في اكس، وكل مجموع الاكس تربيع في القديم هنستبدله بمجموع اف اكس تربيع، وكل ان هنستبدلها بمجموع الايه؟ الاف. احنا اخدنا في الان جروب الاس كانت عباره عن ايه؟ عباره عن جذر التربيع. جذر التربيع يعني مجموع اكس تربيع، هجيب الاكس تربيع واحط ايه؟ مجموع اف اكس تربيع، صح ولا لا؟ ناقص مجموع الاف والاكس، مجموع الاف اكس الكل تربيع على ايه؟ على ان. مجموع الاكس هشيلها واحط ايه؟ مجموع اف اكس، والان هشيلها واحط مجموع الايه؟ هنستبدل في القانون اللي هو العادي بتاع الان جروب دي داتا، الاكس مجموع الاكس بمجموع اف اكس، والاكس تربيع مجموع اف اكس ايه؟ تربيع، والان هنستبدلها بمجموع الايه؟ الاف. يبقى انا المطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ ان اجيب الاف في الاكس واجيب الاف في الاكس تربيع. دي الطريقه التقليديه خالص، انا لسه ما عملتش اي حاجه، معايا حضرتك ولا لا؟ كان الاول بقول الاكس هي موجوده والاكس تربيع باخدها اربعها، صح ولا لا؟ واجمع مجموع الاكس واجمع مجموع الاف لما كانش جروب. المره دي الاكس لا ما جمعتش، على طول ضربت في الايه؟ في الاف. تعال نضرب الكلام ده اهو، هيبقى ده ب 15 40 84 90 99 7 وايه؟ 78. والمجموع ده انا محتاجه، وطلع ده بقد ايه؟ طلع ب 406. معايا حضرتك ولا لا؟ بعد كده همسك الاكس اضرب الاف اوف اكس، اضربها مره في الاكس ثانيه، هيبقى ده هيطلع ب 45 45 وده هو ب 200. مظبوط معايا؟ متابعيني؟ تمام. وده ب 588. هو الترجيع يا دكتور على الاكس بس. على الاكس بس. على الاكس بس. بعد كده اهو ده اهو ب 800 في اكس تربيع هتطلع ب 3764. اجري واروح حاسب الايه؟ الاس. عباره عن ايه؟ عباره عن الجذر التربيعي، الاس هتبقى الجذر التربيعي هنا كانت موجوده ان ناقص واحد، صح ولا لا؟ هيبقى الان هشيل الان واحط مجموع الايه؟ الاف. يعني عندي هنا مجموع الاف ب 50 يبقى حاسب على 9 وايه؟ 49. هنا كان مجموع الاكس تربيع، هشيل واحط مجموع اف اكس ايه؟ تربيع، اللي هي هتبقى فين؟ اللي هي 3700 وقد ايه؟ 64. بعد كده 400 ناقص مجموع الاف، مجموع الاكس هتبقى مجموع الاف اكس اللي هي 408 متربعة 408، دي كانت متربعة مقسومة على الان. الان هي اللي هي بس ايه؟ مجموع الاف على 50. تحسب الشغلانه دي وتختصرها هيطلع الاس ده عباره عن 3.028. دكتور 400 وكم؟ 406. اوكي 406 ليكي حق، يبقى ده 406. لما تخلص العمليه دي طلعت معنى الكلام ده ايه؟ طلعت الكلام ده قد ايه؟ 3 انحراف المعيار بالطريقه دي. طيب انا اكتشفت ان انا اقدر اسهل، معايا ولا لا؟ قلت لك لا انا حاجه اسهل، هشوف دلوقتي حالا بقى هقول لك ايه. هجيب الاكس شارت، معايا حضرتك ولا لا؟ هختار الزيرو، انا اخترت الزيرو قصاد مين؟ سبعه. اخترت الزيرو قصاد القيمه 7، صح؟ اخترت الزيرو حطيت هنا ايه؟ يعني طرحت 7 بقت هنا زيرو، 3 ناقص 7 بناقص 2 3 سالب 4 بقت دي ناقص 4، صح كده ولا لا؟ ودي هتبقى 2 4 و 6 2 4 و 6، صح ولا لا؟ لان 13 ناقص 13. تلاحظ حاجه، المره دي عدد الفئات زوجيه مش فرديه. تمام. كانت المره اللي فاتت فرديه، فكان اللي فوق زي اللي تحت وكانت ماشيه، لكن مش مشكله طبعا ان تبقى فوق احط الزيرو في اي حته وخلاص. معايا ولا لا؟ هرجع اعيد نفس الخطوات، شيل اكس واحط اكس شرطه واحط اكس شرطه. يبقى هجيب الاف سالب 20 اكس شرطه، والاف اكس
شرطه ايه؟ تربيع. معايا ولا لا؟ ادي الاف وادي الاكس شرطه، يبقى ناقص 4 في 5 بناقص 20. لو انا غلطان حد يصحح لي. بناقص 16. الزيرو في ال 12 ب 0، ال 2 في 10 ب 20، دي ب 4 دي بكام؟ بكام 4 في 9 بكام؟ 36؟ صح ولا لا؟ و6 في 6 ب 6 وايه؟ و30. المجموع ده هنعوزه اللي هو طلع كام؟ 56. الله برافو عليك. هرجع اضرب ده في الاكس عشان اربعها، بقت دي ب 80 وبقت دي ب 32 ودي ب 0 ودي ب 40 والثانيه بقت ايه؟ 144 صح كده اهو؟ بعد كده 200 وايه؟ و 16. اجي اجمع الكلام ده اهو كله طلع بكام؟ طلع ب 512. ده لو اعتمدت على اكس ايه؟ شرطه اللي هي فقط تنفع امتى دي بقى؟ تنفع لو كان الجدول مش منتظم، لغايه كده بقف. معايا ولا لا؟ يعني ايه في الجدول ده مش منتظم؟ كنت اقدر اعمل المرحله دي برضه، لان هطرح قيمه ثابته. تاني. هو انا كنت لازم اطرح السبعه اللي انا طرحتها دي؟ كنت ممكن اطرح خمسه، كنت اطرح كام؟ كنت ممكن اطرح ثمانيه، صح ولا لا؟ ما هيبقاش في زيرو، صح ولا لا؟ لكن مش هيأثر. فبالتالي انا لو كان الجدول مش منتظم هتبقى مراكز الفئات مش ماشيه على مسافات ايه؟ مش منتظمه. هنا مراكز الفئات منتظمه ليه؟ لان الفئات ايه؟ متساويه. يعني خلينا مثلا دي من 12 ل 16 اخر واحده دي مثلا. خلي اخر واحده من 12 ل 16. هيبقى السنتر بتاعها 14. وبعد كده اطرح بقى الكلمه 14 مركزها. انت قرر اي رقم حتى لو طرحت اي حاجه. تقدر ما زلت تطرح سبعه، صح ولا لا؟ انا بتكلم على الطريقه مش مشكله الارقام. بقول تقدر تطرح سبعه. يعني انا عايز اقول ايه؟ انت تقدر لو في الجدول مش منتظم على الاقل تعمل عن طريق الاكس ايه؟ شرط. معايا ولا لا؟ عن طريق الاكس ايه؟ شرط. ما انتش مضطر انك تقسم، لان قد الاس ما تكون ما فيش عمل مشترك فالارقام ايه؟ تتكعبل منك. فيكفينا كده في حد ما. ماشي كويس جدا. خلاص هنيجي نعوض، هشيل الاف اوف اكس اللي هي الاف اوف اكس تربيع بقت اهيت. معايا ولا لا؟ والاف اوف اكس بقت اهو، والام هل انا هقدر في الحاله لما احسب الاس هعدل؟ مش هعدل، لاني اعتمدت على الايه؟ على الطرح، والطرح او الجمع لا يؤثر في الانحراف الايه؟ المعياري، مظبوط كده اهو؟ طيب تعالوا نشوف. لو كنت انا هستعمل الطريقه الثالثه ان انا هاجي انا لما بصيت كده في الام، لما بصيت في الاكس شرطه معايا ولا لا؟ لقيت فيها عامل مشترك. الاثنين. صح ولا لا؟ الاثنين. اللي هي كام؟ اللي هي اثنين. اللي هي طول الفئه. اللي هي طول الفئه. لكن كان برضه لازم اطرح يعني اثنين؟ لا مش شرط برضه ولا لا؟ صح كده؟ بس الاثنين هتحولها لي لواحد، واثنين بقت معايا سهله ولا لا؟ فاقول هطرح اثنين، يبقى اجيب الاكس شرط الطير. هطرح القيمه ايه؟ اثنين، بقت الزيرو اهو. طب ما نقسم بقى يا دكتور. متاسف. نقسم بعد كده نضرب. بقت ناقص واحد، بقت دي ناقص اثنين، بقت واحد واثنين وثلاثه، زي الفل. هعمل ايه؟ هكرر ده. الاف اكس شرطتين والاف اكس شرطتين تربيع. ادي ناقص اثنين في 10 في 5 بقت بناقص 10. والواحد في 8 بناقص 8. الزيرو في ال 12 ب 0. الواحد في ال 10 ب 10. الاثنين في 9 ب 18. الثمانية في الثلاثة في الستة ب 18. ولو جمعت الكلام ده هيطلع بقد ايه؟ هيطلع ب 28. بس سوري. ده هيطلع ب 28؟ صح. ال 10 هتروح مع ال 10 وال 8 هتسيب هنا 10، اخر بقى ده ال 28. هجيب الاف اكس اضرب دهيت في دهيت، بقت 2 في كده، بقت دي ب 20. 8 صح كده؟ 8 0 10 36 4 وايه؟
وخمسين بره من الاقل عشان اربع الاكس طرت الاف اكس بالاكس مرة تانية. لو جمعت العمود ده هو هيطلع بمية تمانية وايه وعشرين. الاس بتاعتي هتبقى اول حاجة ما تنساش الاتنين اللي انت قسمت عليه صح ولا لا؟ مش انا قسمت على اتنين؟ اول حاجة كتبتها صح ولا لا؟ واروح كاتب الايه الكلام ده هو هيبقى برا مجموع اكس تربيع المية تمانية وعشرين ناقص مجموع الاكس اللي هو تمانية وعشرين بكل تربيع على الخمسين ناقص الخمسين ناقص واحد. ولما احسب كده انا متأكد وحاسبها والورق حاسبها لكم اهي بتلاتة نقطة زيرو اتنين تلاتة. هنا في تمييز طبعا، هنا في ايه تمييز. العمود ده هو ده هو ان هو اي عمود الاخير عايز الاف اكس تربيع. ادي الاف اكس وادي الاكس، لما اضرب الاكس في الاكس بقت اكس اف اكس تربيع. ناقص 2 في ناقص 10 ب 20 ومشيت الكلام ده اهو. جمعت العمود ده والعمود ده عوضت في القانون بيطلع الايه النتيجه واحده. يبقى نقدر نقول الاتي، لو الجدول منتظم كنت لو انا عايز اسهل على نفسي ابدا من الخطوه دي صح ولا لا؟ لو جدول مش منتظم ممكن اعمل ايه من الخطوه دي معايا ولا لا؟ اضعف الايمان وعايز تاخد خط السير الطويل ابدا بالطريقه الايه التقليديه معايا حضراتكم ولا لا؟ بعد كده بقول لك احسب السي في مثلا. ما خلاص السي في عباره عن المتوسط الاف اوف اكس على العدد والحرف المعياري اقدر احسب السي في صح ولا لا؟ ولا في مشكله؟ طب احسب الانتر كوارتايل رينج. هجيب الايه الاسندنج واحسب الكيو 1 واحسب الكيو 2 والكيو 3 وابدا ايه اتعمق. اذا المشكله يعني ما فيهاش مشاكل حتى الان، العمليه سهله بس عايزه نوع من الايه من التركيز. الكلام ده كان المفروض هي بدايه المحاضره الماضيه، اللي انا قلته ده كان مفترض انها بدايه المحاضره الايه الماضيه. هنبدا بقى محاضره النهارده، نبدا بقى محاضره ايه اليوم. هنا ان وهنا ان ناقص واحد، هنا ان وهنا ان ناقص واحد، الان ناقص واحد ده الغير مبوح معايا ولا لا؟ جميل جدا. احنا وصلنا بقى في المحاضره الماضيه. لا انا عايز حد يقول لي على احنا خدنا ايه؟ عدم التحكم. بص يا بص حضرتك، بص حضرتك من فضلك لا اسمعني. لو انا عندي مجتمع خليك معايا بس لحظه عشان اقول يعني ايه عدم التحكم. واحد معاه جنيه وواحد معاه 2 جنيه وواحد معاه 3 جنيه. اخدت العينه الاولى اللي هي الواحد مع الاثنين، الاكس بار بتاعها بواحد ايه؟ واحد ونص صح ولا لا؟ صح. اخدت العينه الثانيه اللي هي الواحد مع الثلاثه، الاكس بار بتاعها بايه؟ اثنين. اخدت العينه الثالثه اللي هي الاثنين مع الايه؟ باثنين ونص. يبقى باثنين ونص. دي كلها تقديرات معايا ولا لا؟ عشان اعرف التقدير ده كويس ولا وحش حاجه اسمها خصائص ابتدى اهو. اجيب متوسط التقدير. ما اهو ده نظري، انا في الحياه العمليه ما بجيبش كل العينات معايا ولا لا؟ جيب لي متوسط التقديرات دي. اللي هي ايه؟ اللي هي متوسط المعلمه هنا، متوسط المجتمع قد ايه؟ يبقى متوسط التقدير سوى المعلمه. يبقى ده عدم التحيز. لما بتجيب متوسط، لما بتجيب توقع الاكس بار وبيساوي الميو، بنقول الاكس بار دي تقدير غير متحيز للايه؟ يبقى اي تقدير امتى اقول عليه متحيز؟ لما اثبت انه متوسطه بيساوي الايه؟ المعلمة. طيب هي الواحد دي، هي دي بقى لقوا انك لما انت بتبقى فوق على انه ناقص واحد مش ان، عشان تطير مع بعضها ويطلع ده بيساوي ده بيضطر تطرح الايه؟ الواحد. والله يعني هما جم لا لما ساووا ده اهو اكنه مضروب على ان ناقص واحد، عايزين هما يطلعوها ايه؟
بتساوي المعلمه. فقال لك اقسم بقى، بدل ما تقسم على ان اقسم على ان ناقص واحد، هتروح حاجه مع حاجه وتطلع الايه؟ الميو. الصيغه اللي طلعت ما طلعتش على طول، بقت عايزه تعديل. يضرب في ايه؟ يضيع الان اللي فوق ويقسم على ان ناقص واحد. هتطلع المعلم، هتطلع المعلم. قال لك خلاص، يبقى شرط عدم التحيز للاس تربيع ان ما اقسمش على ان، اقسم على ان ايه؟ واتفقنا في حجم العينات الكبيره ما انتش محتاج تقسم على ان، بس احنا في الكلاس هنقسم كبيره صغيره هنقسم، صح ولا لا؟ لكن يعني 49 دي لو كنت قسمت على 50 ولا 49 كانت تفرق يعني معايا ولا؟ عشان كده ممكن تلاقيه في كتاب تاني ان هو بيقسم على الام لو فوق 30. اما انا بقول يقول لك لما يكبر عينه يقول لك زاد على 30 يبقى قسم على الايه؟ على الان ما تفرقش. ماشي كويس مصدقين، لكن يعني هنلتزم على الان ناقص ايه؟ ناقص واحد. ادي فكره عدم الايه؟ التحيز. طبعا التقدير، خليني اخد دقيقتين كده من وقته. التقدير الجيد هو اللي يبقى غير متحيز، وهو معقول انا هحسب يعني هقول تقدير جيد بس مش شرط التحيز؟ قال لك لا، دي في كمان ايه؟ خصائص اخرى عشان اقول يعني انا وسيادتك انت عملت تقدير لحاجه وانا عملت تقدير لحاجه، صح ولا لا؟ تمام. هننزل عايزين نقول مين اللي احسن من الثاني. معايا ولا لا؟ اول حاجه نتكلم على عدم التحيز. لو انا طلعت متحيز والتقدير بتاعك غير متحيز يبقى انت احسن ايه؟ مين؟ طيب انت طلعت غير متحيز وانا غير متحيز، هيبقى الاتنين في بعض؟ قال لك لا. نرجع للتباين. نرجع للايه؟ للفاريانس بتاع التقدير اللي هي الاكسبرات دي، لما جبنا متوسطه اقدر اجيب الفاريانس بتاعها ولا لا؟ انا هو التقدير الحلو لو انت التقدير بتاعك الفاريانس بتاعه اقل من الفاريانس بتاعي، يبقى زي ما كنا بنهتم بالمتوسط عشان اقول عدم مش متحيز، ابص للفاريانس بتاع التقدير بتاعك والفاريانس بتاع التقدير بتاعي ان هو الاحسن اللي فاريانس ايه؟ أقل. فلو كنا متساويين في التحيز لازم نسموه كفاءة التقدير. كفاءة التقدير الكفء هو التقدير الأقل إيه؟ تباين. معايا ولا لا؟ ده نقول ده تقدير كفء. معايا ولا لا؟ طيب لا ده نفع ولا ده نفع؟ نتدور على حاجة اسمها الكونسيستنس. يعني إيه الكونسيستنس؟ فور لارج نمبر، لو العينة بتاعتك زادت ايه اللي بيحصل في التحيز وايه اللي بيحصل في الفاريانس؟ فلو انت كل ما تكبر العينه التحيز بتاعك يقل، او كل ما تكبر العينه الفاريانس بتاعك يقل، يبقى ده التقدير هو اصلا بايظ، هو اصلا مش كف، لكن اسيمبتوتيكلي اسيمبتوتيك ام بايظ. يعني ايه اسيمبتوتيك؟ يعني فور لارج نمبر، العينات الكبيره يختفي التحيز. يبقى عندي كام خاصيه بدور عليها في التقدير؟ عدم التحيز، الافشنسي، الكونسيستنسي. معايا ولا لا؟ عشان نقول ده تقدير ونقارن التقدير ده لازم نمسك الثلاث خصائص ايه دي وندرسها. اللي يتحقق فيهم الثلاثه نقلها على الطاقيه. معايا ولا لا؟ اللي يخلف واحده نقول له افتكر على جنب، ده احنا عندنا احسن ايه؟ من كل الكلام ده بيدرسوه فين؟ بيدرسوه في الاستيميشن وفي في الانفرنس. يعني في ماده اسمها استدلال احصائي. الاستدلال الانفرنس ده هو بيمسك يقول لك التقدير اذا قدر، يقول لك طريقه التقدير، طريقه اسمها كذا، طريقه اسمها كذا، طريقه كذا، صح ولا لا؟ طب قدرنا، طب تعال نقارن بين الطرق، طب ده هيطلع شكل ايه تقدير، وده هيطلع شكل ايه، وده شكل ايه، ونعتمد على ان ايه؟ نقول لك ندرس خصائص الايه. فيمسك الثلاث خصائص دي على كل تقدير ويدرسها ويطلع في الحاله الفلانيه التقدير احسن، لكن في الحاله الثانيه التقدير الثاني احسن. اتفقنا على كده؟ كل ده بيخش تبع الانفرنس او الاستدلال الايه؟ الاحصاء. طيب قولوا لي اللي احنا اخذناه المحاضره اللي فاتت، مش اللي ما اخذناهوش، اللي اخذناه الارتباط. الارتباط كده عمال يعني انت اللي قلت. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. افتح اول المحاضره عشان خاطري وقول لي اول عنوان. ايوه ايوه. لا لا احنا كنا اخذناها واخدناها واخدنا السكين وما اخدناش اي حاجه بعد كده. احنا كتبنا الفايت اللي هو الخطه البسيطه اللي هو ما اتكلمناش على اي نوع من المحاسبات، لا لا بيرسون ولا ستيرمان ولا كان ده. والله ها؟ حضرتك عملت الخطه بنقطه صفر بس كده.
خلاص يبقى محطه الاسبوع المتجر جت شرحت الفرق بين الانحدار والارتباط. مظبوط ولا لا؟ الانحدار بيجاوب ايه والارتباط بيجاوب ايه؟ وقلنا هنبدا بالارتباط اللي احنا قلنا هنحسب حاجه اسمها معامل الارتباط الكورليشن كوفيشنت. هنحسبه بكم طريقه؟ بطرق كتير. معايا ولا لا؟ في الاخر هنوصل لرقم اسمه ايه؟ اسمه كورليشن كوفيشنت اللي احنا قلنا ان هو محصور بالناقص واحد وزائد ايه؟ واحد والزيرو. وقلنا البوزيتيف وقلنا البوزيتيف والنيجاتيف واتكلمنا على الكلام ده ووقفنا. هنبدا النهارده نعرض الحالات المختلفه للارتباطات دي. لو كانت البيانات كميه الاكس كمي والواي كمي. طيب افرض ما كانش كده، افرض كان الاكس نومينال والواي نومينال. معايا ولا لا؟ افرض الاكس كانت اوردينال والواي اوردينال. يبقى شكل معامل الارتباط، اي نعم هو معامل ارتباط لكن هيختلف طبقا لظروف البيانات اللي انت ايه؟ وده السر ان احنا بناخد اكتر من ايه؟ من معامل الارتباط. هنبدا بالمتغيرات الكميه. لو كانت اكس كمي وواي كمي اما اقول الاكس 1 2 و3 والواي 3 و4 و5. قول زي ما تقول ده متغير وده متغير. ايه اللي يحصل لو جبت الاكس بدل الواي والواي بدل الاكس وانا بتكلم على الارتباط؟ ولا حاجه. ولا حاجه. اتفقنا على كده؟ يعني انت ما تشغلش بالك ان هو متغير اتبعه ان هو متغير ايه؟ المستقل. اشتغل. في هذه الحاله ايه المعامل اللي هنحسبه؟ اسمه معامل ارتباط بيرسون. رواج اسمه بيرسون. بيرسون كورليشن. بيرسون ايه؟ يبقى لو كانت البيانات كميه او ارقام، اكس ارقام والواي ايه؟ ارقام. هنعمل ايه؟ تقول لي خلاص سهل قوي، ده انا هحسب معامل الارتباط بتاع الخواجه ايه؟ بيرسون. بيقول ايه معامل الارتباط ده؟ بيقول انا هرمز له بالرمز ار. بعض الكتب بترمز له بالرمز رو. وعادة جرى العرف الار العينة والرون المهتمة. اتفقنا على كده؟ بعض الكتب تحط اسماء المتغيرات وبعض الكتب ما تحطش. يعني ممكن تشوف كلمة الديفينيشن بتاع الكورليشن بأكتر من ايه؟ من منظر. ار رو ار اكس واي ار واي اكس رو واي رو. ما تتابعني ولا لا؟ في الاخر هو الكورليشن بيساوي ايه؟ خلي بالك سيادتك. هو عبارة عن الكوفاريانس الاكس مع الواي على تباين على الانحراف المعياري الاكس في الانحراف المعياري الواي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ الكوفاريانس بالعربي كلمة الكوفاريانس معناها التباين المشترك. يبقى في تباين وفي تباين ايه؟ التباين الحاجة مع نفسها. التباين المشترك الحاجة مع حاجة تانية. اتفقنا؟ تعال نشوف. يعني أنا لو مسكت الإكس مع نفسها بقى تباين. ومسكت الواي مع نفسها لكن لو مسكت الإكس مع الواي بقى تغاير. يسموه تغاير. معايا؟ يبقى الكوفاريانس هو عبارة عن التغاير أي التباين المشترك بالمتغيرين. معايا ولا لأ؟ تعالوا نكتب التباين انتوا عارفينه. انا متاسف دي خليها اس، خلي دي اس عشان بتكلم على عينه. خلي دي اس. تعالوا قول لي الاس الاس تربيع اكس انت بتعرفها بايه؟ هتقول لي هعرفها لانها مجموع الاكس اي ناقص الاكس بار بكل تربيع على انه ناقص واحد. مظبوط؟ صح؟ مش دي تباين الاكس اللي احنا اتعلمناها؟ هاي. طيب هنكتب تحت منها تباين واي. الاس تربيع ايه؟ واي. هيساوي ايه؟ هتقول لي مجموع الواي اي ناقص الواي بار وكل تربيع على انه ناقص واحد. دي تباين واي. صح؟ طب تعالى كده من فضلك امسك البسط ده اهو المقام زي ما هو. التربيع هفك القوسين
التربيع عامل ايه؟ هيبقى ده مجموع الاكس اي ناقص الاكس بار مضروبه كمان في الاكس اي ناقص الاكس بار ولا لا؟ والمقام هو ان ناقص واحد. اعمل اللي تحت كده يبقى همسك الواي وناقص واي بار تربيع وافكها لايه؟ لقوسين اهو. تعال يبقى دي مجموع الواي اي ناقص الواي بار على الواي في مضروبه في الواي ناقص الواي بار على ام ناقص ايه. كل دي تباينات. لاحظ ان القوس ده هو القوس ده والقوس ده هو الايه. طب لو كانت وحده اكس وواحده واي هيحصل ايه؟ لما كانت اكس مع نفسها كانت القوسين اكس، ولما كانت الواي مع نفسها لما تكون واحده اكس وواحده واي اكيد في قوس من الاقواس دي هتبقى الاكس والثانيه للايه، صح ولا لا؟ عرفنا على كده. اقول لك بعد الكفار يستون هتبقى الواحد ايه الغلبه فيها. ده انا اقوله لك اهو من غير ما معروف. يبقى الكوفاريانس اكس واي هتقول لي عباره عن ايه؟ مجموع الاكس اي ناقص الاكس بار اربعه هتبقى راح فاتح قوس تاني الواي اي ناقص الواي بار على الام ناقص واحد، صح ولا لا؟ لما كان مشترك شلت القوس وحطيت واحده الواي واحده الايه؟ لاكس. لما كان اكس مع نفسه صح ولا لا؟ لما كان واي مع نفسه، لكن ده المره دي اكس وايه؟ وواي، فهيبقى قوس لاكس وقوس لايه؟ لواي. اللي هو ده لما اجي افكه بالصيغه الثانيه باي صيغه خليها كده خلاص ماشي اكس واي. طيب بصوا بقى حضراتكم ده اللي اسمه الايه؟ الكوفاريانس. انه هو الاعم الكوفاريانس ام الفاريانس؟ الاعم كوفاريانس. لان انا لو قلت لك جيب لي كوفاريانس اكس واكس يعني بقى كني بقول لك جيب لي الايه؟ التباين، صح ولا لا؟ اهي هسالكم فيها. دي هسالكم فيها. هقول لك اذا علمت ان كوفاريانس اكس اكس بيساوي كذا وكوفاريانس واي واي كذا، كل وقتكم مش عارف ان هو ده الايه؟ اتفقنا يا اخوانا؟ خلاص عرفنا؟ يبقى لما حد يقول لك كوفاريانس اذا كانت مع نفسها اللي هي بتعادل التباين، اذا كانت مع حاجه ثانيه بتعادل الايه؟ التغاير. فالكوفاريانس هو التغاير اكس واي على الجذر التربيعي لتباين اكس تباين واي. نقدر نكتب القانون دلوقتي؟ ها؟ ايه الغالبه في الموضوع؟ بقى اكتب الكوفاريانس هي مجموع الاكس اي ناقص الاكس بار في الواي اي ناقص الواي بار على الجذر التربيعي. افتح هنا مجموع الاكس اي